وهقول مقاديرنا، اولع النار لما المقادير تنزل اهو كده، اولع النار واعلي النار بتاعتي عشان الوقت بتاعي اهو كده، حطيت الطاسه بتاعتي وبنقول مقادير عجينة البيتزا قدام حضراتكم على الشاشة، وتابعوني انا هقولها مرة واتنين وهي قدام حضراتكم على الشاشة. عبارة عن نص كيلو دقيق، عبارة عن معلقة خميرة، عبارة عن معلقة خميرة، عبارة عن معلقة سكر يعني 125 جرام سكر، معلقة زيت، نص معلقة ملح، ربع لتر ماء، ولو احتاجت ماء هزود. هقول المقادير تاني، معايا نص كيلو دقيق، معايا معلقة خميرة، معايا 25 جرام سكر، معايا معلقة زيت، نص معلقة ملح، ربع لتر ماء، ولو احتاجت ماء هزود، وهنشوف الخطوات واحنا شغالين. طبعا نخش على اللحمة المفرومة، انا اختصرت النهاردة موال البيتزا الطويل عشان نسهل على ست الكل العمايل الصعبة بتاع البيتزا. احنا النهاردة معانا نص كيلو لحمة مفرومة، ومعانا ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة، ومعانا ثمرة فلفل بارد وثمرة فلفل حامي، ومعانا 5 أو 4 مكعبات زبدة، معانا بصلة مفرومة أنا ضاربها بفلفل أسمر وفرنها بفلفل أسمر، ومعايا فص توم أو فصين توم مهروسين، ومعايا البهارات بتاعتي الجميلة المجمعة، ومعايا ملح، ومعايا جبنة موتزاريلا، ومعايا زيتون مخلي أخضر واسود، ونشوف هنعمل ايه. وعشان وقت البرنامج بتاعنا انا جبت اللحمه المفرومه وعديتها نص تشويحه وهي قدام حضراتكم اهوت، هقول ايه يا مخرجنا غير مقادير البيتزا وانزل بمقادير اللحمه المفرومه من على الشاشه اهوت. انا كده معاكم واحده واحده. هنعمل ايه؟ هنجيب الزبده بتاعتنا الجميله اهي، 4 مكعبات، 5 مكعبات، 6 مكعبات، زي ما تحب ست البيت تعملها اهو. انا عملت ايه؟ عملت الزبدة بتاعتي كده، انا هبتدي اعصج اللحمة بتاعتي اهو، هبتدي اعصج اللحمة بتاعتي. حطيت الزبدة تمام، احنا كده ماشيين اهو، يا دوب الزبدة ساحت. اخش بايه؟ خليكم معايا في الخطوات واحدة واحدة. ده توم مفروم وبصل مفروم، انا بحب دايما افرمه واحط عليه سنة فلفل اسمر اهو اهو تمام. وبدأت الريحة تطلع والجمال، ونقول الدنيا حلوة وزي الفل مع حضراتكم، مع بعض زي ما بنقول هنتعلم، مع بعض هنخطط، مع بعض هنعرف ايه الاكلات الجديدة، والشيف بيختصر لنا الاكلات الصعبة بيخليها اكلات سهلة وجميلة. بخش بعد كده اهو، شايفين بالفلفل اهو اهو كله كده ورا بعضه اهو. معانا حبيب قلبي النهاردة المساعد الجميل الشيف محمد عبد الهادي مكان الليبي معانا النهاردة اهو، شايفين كده. اخد انا بقى ايه زي ما اتفقنا رشة الملح الاول، نص كده الملح مع بعض اهو، شايفين كده حطينا ايه؟ حطينا الزبدة، وخليكي واحدة واحدة معايا وشوفي انا بعمل ايه. حطينا الزبدة، حطينا الثوم المفروم، حطينا البصل المفروم، حطينا الفلفل، ونزلت والجو سخن كده بالبهارات بتاعتي عشان اخد التست بتاعي الجميل، وانا شغال واحدة واحدة كده معاكم. وما تنسوش لو عايزة يبقى عندك مطبخ جميل، مطبخ انيق، مطبخ يعيش معاك العمر كله باسعار بسيطة وجميلة، ديكورات رائعة، يبقى عليكي وعلى شركة ديزينيو اسبانيول للمطابخ الحديثة اللي هتخلي مطبخك جنة اهو. شايفين؟ شايفين انا عملت ايه؟ اعيد تاني واقول بسرعه، انا حطيت الزبده، حطيت البصل المفروم، حطيت الثوم المفروم، حطيت الملح، حطيت البهارات، حطيت الفلفل، وحان وقت الطماطم بتاعتنا الجميله اهو.
كل حاجة بنقول عليها جميلة عشان الدنيا حلوة وزي الفل اهو. الطماطم دي يا جماعة ليه انا حطيت طماطم وانا بعصج اللحمة، مع اني تعصيج اللحمة المفرومة للبيتزا ما بيبقاش عايز طماطم، ولكن انا بالطماطم دي بعوض الصوص اللي انا هحطه على العجينة بتاع البيتزا، لان كل نوع من انواع البيتزا له صوص معين. مثلا لو كنت اعملها بالفراخ في صوص معين، لو باللحمة المفرومة في صوص معين، لو بالخضروات في صوص معين، ولكن انا ده هيعوض الصوص بتاعي عشان انا اسهل عليكي ما تعمليش دي لوحدها حاجة ودي لوحدها حاجة. اهو كده عملت ايه هاغي، اخد اللحمة المفرومة، شايفين بقت حلوة ازاي، اهي اهي شايفين الدنيا، اهي شايفين اهو، حط بقى كده ايه اللحمة بتوعتي اللي انا مديها تشويحة عشان الوقت بتاعي، اهو اهو انا كده وانا ماشي مع بعض كده هنتعلم مع بعض، هنقول اكلات مع بعض، هنفنن مع بعض، هنبدع في المطبخ الصحي الجميل، مطبخ ساعة شهية. اهو كده ماشي الحال، ماشي الحال، ونقول الدنيا حلوة وزي الفل اهو. طبعا الريحة كده مكسرة الدنيا، اهو الريحة كده مكسرة الدنيا، والاستاذ هيثم شكله عاوز ياكل دلوقتي مش هيقدر يكمل الصيام، اهو اهو ايوه ايوه يا استاذ هيثم انت قاعد كده والريحة طالعة عليك وشكل عينيا ليك يا حبيب قلبي يا استاذ هيثم. استنى انا هعمل لك احلى اكل النهارده واحلى بيتزا تاكلها، واحلى بيتزا تاكلها من الشيف رائد اهو، مش هنسى برضه الاستاذ منتصر ايوه اللي بيطلع لنا اجمل صوره حبيب قلبي اهو. شايفين انا كده عملت ايه، اعيد الخطوات واحده واحده تاني، حطيت الزبدة، حطيت البصل المفروم، حطيت الثوم المفروم، حطيت الفلفل، حطيت البهارات بتاعتي والملح، حطيت الطماطم، وجيت باللحمة المفرومة بتاعتي واقول لها عيشي مع نفسك. انا كده حاسس ان الدنيا ايه حلوة وزي الفل. طيب وانا شغال ويا شيف انت حطيت كده كل حاجة، وانا حسيت ان اللحمة بتاعتي مثلا ايه كبيرة شوي، مش بتستويش بسرعة، راسها كده كبيرة ومش عايزة تستوي معانا، ماشي اهو انا كده شغال، بقول ممكن حبة مية اسيبها على النار الاول، لو احتاجت منك حبة مية عشان تكمل السوا بتاعها مفيش مشاكل. ارجع كده لمقادير البيتزا بتاعتي اهو، اللي احنا قلنا عبارة عن نص كيلو دقيق، عبارة عن 25 جرام سكر، عبارة عن معلقة زيت، عبارة عن نص معلقة ملح، عبارة عن نص معلقة خميرة اهو شايفين، او معلقة خميرة عفوا اهو شايفين. اسيبها كده على النار، اظبط النار تحتيها، انا حاسس كده وانا شغال ان هي عايزة حبة مية اهي، تمام اهي شايفين، شايفين نقطة المية دي اهي وانا شغال اهي، والمقادير نزلت امام حضراتكم على الشاشة، حطيت كده حوالي معلقتين تمام اهو مية عشان تستوي براحتها واقول لها مع نفسك وهرجع لك تاني اهو اهو. والمقادير نزلت امام حضراتكم على الشاشة، وخليها شوية يا مخرجنا الجميل عشان اللي ملحقش يكتب يكتب اهو تمام. انتوا خدوا المقادير وتعلموا الخطوات من شاشة الصحة والجمال مع الشيف رائد اهو. طب يا شيف الزيتون والجبنة الموتزاريلا هتعمل فيها ايه؟ بقول لحضرتك ما تستعجليش، احنا مع بعض مش هنخلص الحلقة الا لما نطلع البيتزا قدام حضراتكم اهو. كده انا بروح للمكسر بتاعي وبشوف المقادير بتاعتي الجميلة اهو. كده انا اجيب المكسر بتاعي وهبدأ اشتغل تمام، واحط الدقيق بتاعي في المكسر الجميل اهو اهو شايفين،
واحدة واحدة. طب أنا ما عنديش مكسر في البيت يا شيف، أعمل إيه؟ أقول لك يا ست الكل ولا يهمك، اعجيني بإيدك، اعجيني بإيدك يا ست الكل. أهو ده المكسر بتاعنا، وبجيب الدقيق بتاعي أهو، تمام أهو 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 أهو، واحدة واحدة كده زي ما أنت شايفة، أهو أهو أهو، حاجة خطوات بسيطة سهلة. بستنى بشوية الدقيق دول كده اهو، شايفه اهو عملت ايه؟ السكر الملح الخميره اهو، كله مع بعض كده اهو اهو، ومعلقه الزيت اهو قبل الميه. ايوه قبل الميه، انت ممكن تعجنيها بطريقه تانية على الايد، ولكن اهو تمام. انا بحط دي تظبط المكسر بتاعنا، ديت خاصه بالعجين اهو، اتاكد ان هي اتربطت كويس، بنزل بيها كده، ادي قلبه خفيفه كده قبل ما احط ميه، احس ان المقادير بتاعتنا كلها تتكون اهو اهو. المقادير بتاعتي كده بتتقلب مع بعض على اول سرعه كده اهو، بجيب الميه بتاعتي، ويا ريت الميه تكون دافيه او بدرجه حراره الغرفه، والمقادير عندك، ولما تتعلمي مش هتحتاجي المقادير اهو. واحده واحده كده اهو اهو، واحدة واحدة كده مع بعض اهو، تمام. زود السرعة واحدة واحدة كده وانا شغال اهو، يا جمال الحركات، الدنيا حلوة معانا اهو. واحدة واحدة بزود السرعة كده اهو، ده عجين يا جماعة معايا، اول ما بحس ان هي عايزة مية انا شغال وتمام. معلش صوت المكسر طالع بس زي بعضه اهو، اسيبها كده مع نفسها، واروح اشوف اللحمه المفرومه بتاعتي اخبارها ايه. اهي شايفين اهو اهو، انا شغال كده ودنيتي حلوه وجميله وتمام التمام. طبعا يا جماعه انا لا انسى الفضل، وبشكر حبيبي شيفي الجميل اهو كده، بديها سنه ميه تمام اهو، هتكلم معاكم بعد ما اخلص اهو تمام. ارفع كده، بفصل كده وارفع كده تمام، احط بقى بقيه الدقيق اهو 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 تمام كده، واحده واحده كده اتاكدت ان الخميره اتضربت ودنيتي حلوه وزي الفل اهو اهو. احط كمان شويه الميه دول اهو، واحده واحده برجع تاني للمكسر بتاعي اهو اهو تمام. زود السرعه كده اهو، واحده واحده. كل الشكر والتقدير يا جماعة لشيفي الحبيب الشيف خليل الخطيب اللي من سوريا، حبيب قلبي وهو المرجع بتاعي اهو، شايفين اهو. طبعا يا جماعة احنا ما اتولدناش متعلمين، فالموضوع سهل وبسيط، ولكن عايزين نتعلم وعايزين نعرف، وكل حد عنده معلومة يديها للتاني ما يبخلش بيها عشان ربنا يبارك له. تقريبا كده اتعجنت تمام عندي اهو، شايفين اهو، احس ان هي كده ايه اهو مش هتمسك في ايدي تمام. اوسع كده، اديني حاجة يا حبيب قلبي اطلعها فيها اهي كده اهي، اطلعها قدام حضراتكم اهي اهي، شوفوا هي كده سايبة اهو كده تمام. هنرفع كده المكسر ونطلع ده كده اهي، شايفين اهي طلعت ازاي اهي اهي، شايفين اهي شايفين اهي كده. باخدها اخدمها مره واتنين وتلاته، وبسيبها تخمر لمده نص ساعه او اكتر حسب درجه حراره الغرفه بتاعتها وحسب مقدار الخميره اللي انا حاطه، وهي كده قدام حضراتكم اهيت. وانا عشان الوقت البرنامج انا مجهز وعامل ومظبط ومجهز قبل
الهواء بنقول له شيل ده، وبرجع اشوف اللحمه المفرومه بتاعتي. يا سلام يا سلام، كده بتقول انا استويت، حرام عليك، نزلني. وبقول لها حاضر حاضر انا معاكي اهو اهو، تمام. شايفين شايفين احنا شغالين، الدنيا حلوه معانا ازاي. كده خلاص برفعها من على النار وبسيبها تبرد، اقلب فيها كده مره واتنين عشان تبرد اهو اهو. شايفين الجمال والحلاوه؟ نشيل ده كده عشان نوسع بنفسنا مع بعض اهو اهو. اديني يا شيف محمد فوطه كده نظيفه عشان امسح الرخامه عشان افرد العجينه بتاعتي قدام حضراتكم اهو. يعني اهو تسلم اهو. شايفين؟ اتاكد ان الرخامه كده اتمسحت. جاهز لرش الدقيق يا شيف محمد اهو. ماشي، هوسع ده كده عشان وانا بفرد العجينه تكون الدنيا حلوه وزي الفل. رش الدقيق بس بسيطه كده. يا سلام عليك اهو، انا عامل العجينه عندي واختمرت ومجهز عشان الوقت اهو. كده اختمرت تمام التمام. انا هعمل واحده بس كده على الهوا على السريع، وادي الفراده جابها لنا حبيب قلبي محمد اهو. شايفين اهي كده انا شغال كده اهي. شوف ما تلزقش في ايدي ولا حاجه، ولكن اهو كده اهو الدنيا ماشيه حلوه اهو. شايفين حاجه بسيطه كده اهو اهو. واحدة واحدة هنتعلم وهنشوف احنا عملنا ايه وايه اخبار البيتزات، عشان احنا بنسمع لكن ما بنعرفش نعمل. لا انا هقولك هتعرفي وهتعملي اهو كده. وبقلب كده الجنب التاني اهو، واحدة واحدة كده معايا، وباخد الاتجاه ده والاتجاه ده وبقلب وبعمل العكس اهو 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 كده وبقلب كده اهو اهو. دي حركه دائريه، حاجه بسيطه وسهله يا جماعه، مفيش حاجه صعبه، ولكن الدماغ الشغاله هي اهو. انا بجهز كده، جهزتها اهي، حاجه بسيطه وسهله اهو تمام. بركن دي كده انا على السريع وانا شغال كده اهوت، وبجيب القالب بتاعي اقول انا محضر ماده دهنيه بسيطه اهي. شايفين حاجه بسيطه كده يا جمال اهو اهو اهو، حاجه بسيطه اهي كده، ما خدناش حاجه، وشغالين براحتنا وشغالين تمام التمام. وباخد دي كده 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 اهي. شايفين اهي اهي، مش محتاجه مني حاجه وما احتاجتش مني حاجه. ومعايا بقى كده عشان الموضوع يكتمل بشوكه كده بسيطه اهو، انا ماشي كده. شايفين شايفين الجمال اهو اهو اهو، انا شغال كده واحده واحده. ليه الثقوب ديت؟ عشان تعمل لي تسويه كامله لكل حته في العجين اهو اهو. طبعا عايزه تعمل ست البيت بيتزا سبايسي، بتحط فلفل حار او شطه وتكتر الفلفل الاسمر والشطه بتاعتها اهو. طبعا ادي قالب وانا مجهز قالب برضو قبل الهواء اهو تمام التمام. برضو نفس ايه الموال، بس ده طبعا عشان انا مجهزه قعد واختمر، دي هتختمر برضو شويه، ولكن هنشتغل على السريع كده اهو. بس بستنى ديت لما تبرد اهو. شايفين شايفين اهو، يا سلام. ناخد دي كده، احاول اجيب معلقه اشيل ديت امسك دي يا شيخ محمد، معلقه كده اهو، اخد كده واحده واحده. احنا قلنا ان احنا ممكن نحط صوص، الصوص ده بيكون صوص ايه؟ اي صوص انت بتحبيه، ولكن انا قلت في اول مره واحنا بنعمل البيتزا يا جماعه نختصر ونسهل على ست البيت. شيل الشوكه ديت يا شيف محمد اهو، ايوه كده اهو. شايفين واحده واحده كده اهو، ماشي كده وشغال اهو. انا شغال على الهادي
وانت طبيعتي والدنيا ماشيه معايا. نعم يا حبيبي اهو هتوصلك باللحمه يا استاذ هيثم، تحت امرك اهو. طبعا الاستاذ هيثم قاعد مراقبني وشافني بعمل البيتزا وبفرد اللحمه وبيقول لي توصل باللحمه. عيوني يا حبيب قلبي اهو كده كفايه. زود تاني عشان خاطر الاستاذ هيثم اهو تاني اهو. اي خدمه يا حبيبي اهو، اي خدمه انا معاك يا حبيب قلبي اهو زي الفل كده اهو. تسلم يا حبيبي، تسلم يا حبيبي استاذ هيثم من مخرج العسل اهو كده. انا جهزت دي تمام، اسيبها خش على التانية. خلاص شيل الدقيق اهو 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 اهو. اديني البيتزا التالتة اللي على هيئة قلب يا شيف محمد اهو. احنا النهاردة عاملين مقدار 3 بيتزات تقريبا، وممكن ست الكل تعملها بشكل جميل وعلى قالب جميل وبهيئة جميلة اهو. شايفين 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 الجمال، شايفين الفلفل تدخل معايا ازاي والطماطم تدخل ازاي وعوضتني بالصوص بتاع البيتزا اللي انا باخد فيه وقت وانا بعمله اهوت كده. ادي 2 بيتزا وده قالب اهوت. لو عندك يا ست الكل اهو عندك قالب زي ده ممكن تشكليها قالب مدور، قالب مستطيل، قالب مربع، حسب ما تشكليها. انا جبت قلنا نعمل شكل جديد اهو، المرحله اللي احنا بنقول عليها الثقوب اللي انا بعملها ديت. وتاكد ان الفرن شغاله يا شيف محمد اهو. ماشي كده ماشي الحال. ايوه ايوه كده ايوه كده اهو. خلصت انا كده كده حبيب قلبي اهو. ويا جماعه ما تنسوش معايا شركتنا الجميله، شركه ديزينيو اسبانيول للمطابخ الحديثه. وبقول لك لو عندك، لو عايزه يبقى عندك مطبخ جميل، مطبخ رشيق، مطبخ جميل، مطبخ منظم، مطبخ فيه كل حاجة حلوة، يبقى وعليكي عليكي وعلى شركة ديزينيو اسبانيول للمطابخ الحديثة. وعنوانها طبعا بيبقى ظاهر دايما على الشاشة، وأرقام التليفونات أمام حضراتكم على الشاشة. وبنقدم كل الشكر والتقدير لصاحب الشركة الأستاذ مصطفى أبو علم، ولمدير الشركة الأستاذ عمرو، وكل من ساهم في هذا الديكور الرائع المبدع الجميل. والعنوان ميدان الحصري زمزم مول الدور الثاني اهو كده. شايفين 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 الجمال اهو كده تمام كده يا حبيبي اهو. ومعايا بقى انا الجبنه الموتزاريلا، الحركات الجميله طبعا يا جماعه. والجبنه الموتزاريلا ديت اختياري مش اجباري. طب اختياري ازاي واحنا اي بيتزا بناكلها بيبقى عليها جبنه موتزاريلا؟ افرض ان انا مش عايز اكلها بالجبنه الموتزاريلا، ما ينفعش. ممكن احط جبنه رومي، اه ممكن احط جبنه رومي وتبقى تمام وزي الفل تمام. لكن انا بقول اختياري يعني حاجه بسيطه تمسك لي اللحمه كده هتسيح وهتديني اللون البني الجميل بتاعي، التحميره الجميله اهو اهو. حاجة خفيفة كده، ولو عايزة تزودي مفيش مشاكل اهو. كل ما تديها جبنة كل ما تديك جمال اهو. وكده باخد واشكل بالزيتون اهو كده واحدة واحدة اهو بوزع. طبعا برضو عايزة تكتري زيتون ماشي، عايزة تكفي زيتون ماشي. بضغط كده واحدة واحدة كده على الزيتون بتاعي الجميل تمام اهو 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 اهو. انا كده ماشيه معايا الدنيا حلوه وزي الفل كده. احنا انتهينا من البيتزا بتاعتنا الجميله، وهتاخد تقريبا 7 أو 8 أو 10 دقايق مش أكتر على الفرن حسب النار بتاعتي.